يقول: أليس الذين يبنون الأبراج السكنية ولا يبيعونها ولا يؤجرونها ويتركونها مقفولة على الفاضي لحاجة الزمن، أليس من الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله؟ لا، ليس كذلك، لكن إن كانوا يعدونها للتجارة، إن كانت معدة للتجارة كعروض عليها زكوات سنوية، لكن إن كانت قنية للأبناء أو للبنات ليس عليها زكاة.